وتصعد الى كاس العالم للشباب. الفاز مبروك، هذا الصوت، هذا الانجاز الكبير، مبروك للاسره. تاهلنا ل يعني لكاس العالم، بصراحه كان في مجموعه من اللاعبين وعناصر شابه مميزه، كانت يعني تدعونا انه نحاول نبذل اقصى جهد من اجل الوصول لنهائيات كاس العالم. بلشت البطوله وزي ما بتعرف لعبنا مع كوريا الجنوبيه، للاسف خسرنا 3-0. بصراحه درجه الحراره كانت جدا جدا مرتفعه، بذكرها بهذيك الوقت، يعني طول فتره المباراه كنا يعني شرب المي مستمر لكن دون جدوى بصراحه، وكانت الفتره اللي يعني بصراحه ما رحنا ولا على منطقه زيها بالنسبه للهند وطقسها وظروفها والحراره، يعني ما رحنا ابدا، ما لعبنا ولا اي مباراه يعني مشابهه لهذه الظروف. المباراه الثانيه لعبنا مع الهند، شبه صار في تكيف على الطقس وصرنا نتدرب الصبح مشان نتعود على طقس اقوى شوي، والامور مشت من فضل الله وفزنا على الهند 3-2. لعبنا مع كرغستان برضو كانت من اصعب المباريات بالنسبه لنا، لكن مش اهمها، كانت من اصعب المباريات كونها كانت في مقاطعه ثانيه بعيده شوي. بهاي الحالة احنا بعد ما فزنا على الهند وتعادلنا مع كرغستان يعني تأهلنا ك يعني ثاني مجموعة. المباراة اللي كانت يعني يحسب لها حساب كانت الصين في أوج عطائها وكانت في قمة القلق بالنسبة لبطولات الفئات العمرية، وحتى على مستوى الفريق الأول كانت منتخباتهم كثير يعني متقدمة. الحمد لله رب العالمين في هاي المباراة انه احنا فزنا فيها، في اللي هي تعتبر اللي هي أهلتنا تقريبا على كأس العالم. ولعبنا مع كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية برضو كمان، وفزنا على الثالث والرابع. كوريا الجنوبية طلعنا بصراحة، شوف اللي السبب الرئيسي كان عبارة عن الحذاء، كانت الظروف كثير صعبة شوي يعني. الحمد لله رب العالمين بالأخير يعني تم التأهل على كأس العالم، وكانت يعني بالرغم من الظروف الصعبة اللي كانت محيطة، يعني أنا بحكي لك ظروف صعبة لما أحكي لك التنقل من الفندق للملعب كان يأخذ معنا بحدود الساعة ونص ساعتين بسبب الأزمة الخانقة الموجودة. وعبد الله خالد ديب يتقدم، عبد الله الثاني أردنية من تحت الحارس تالي وانك. 2-0 للأردن، 2-0 للأردن، 2-0. يلا قربت كندا، قربت يا أردن، قرب الأردن، قرب فريق الأردن طبعا أن يشتري بطاقات السفر إلى كندا. نعم اشتروها من الآن إن شاء الله، اشتروها واحجزوا في يوليو 2007 ستسافرون. نحكي على المباراة الحاسمة، مثل نحكي على مباراة الصين، بصراحة هي من المباراة الحاسمة كونك راح تلعب مع فريق من زي ما حكينا انه فريق من المميزين على مستوى آسيا ومن أصحاب البطولات، من أصحاب يعني الصولات والجولات بالنسبة للفئات العمرية تحديدا منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين. هذه المباراة كانت يعني معد لها العدة، إذا بحكي لك انه من خلال يعني شغلات بسيطة بحكيها، بس هي كانت هي الدافع الكبير، انه بعد كل مباراة بتحجز، بعد كل مباراة بعد الدور الأول بتصير تحجز مثلا تذاكر السفر. فكان بالإجماع احنا كجهاز فني وكلاعبين مع الكابتن يان بولسن انه احنا ما تحجز، انه ان شاء الله احنا متأهلين. هسه لما تحكي مع اللاعبين زي هيك خلص طلع من يعني المنتاليتي تبعتهم، صار في تركيزهم بس على مباراة الصين. طب احنا مش حاجزين طيران رح نضل هون، لا بنضل هون عشان نلعب مباريات ونتأهل ونمشي ان شاء الله ونصل كأس العالم ونغير يعني زي ما تحكي خارطة الطريق تبعت مسيرة حياتنا احنا كلاعبين وكأفراد. هاي المباراة كانت بصراحة مباراة صعبة جدا يعني للرمق الأخير زي ما بيحكوها، لكن كان في إصرار من اللاعبين انه يعني على تنفيذ، يعني تم يعني تحليل فريق الصين، مباريات الصين اللي لعبوها تقريبا كانوا لاعبين 3 مباريات تم تحليلها تحليل شخصي لكل اللاعبين وعرضها فيديوهات للاعبين بشكل فردي وبشكل جماعي. صار في هضم للمعلومات اللي بخصوص اللاعبين وتحركات لاعبين الصين، فكانت بالنسبة لهم يعني دخلوا على المباراة وحافظين مثلا كل لاعب
شو راح يعمل، لانه بيحتفظوا بالارقام، بتعرف انه كل لاعب يعني زي ما تحكي عارف اللاعب الخصم اللي امامه شو بده يعمل له كتكتيك جماعي بالركلات الركنيه بالركلات الحره. يعني كان في ترتيب معين، كنا الحمد لله رب العالمين متفوقين في معظم مجريات المباراه، الا احنا برضو كمان غيرنا من التكتيك تبعنا بالنسبه للتحول السريع، بالنسبه للدفاع والهجوم. كانوا لاعبين كثير مبدعين في هاي المباراه، يعني أنا بتوقع أنهم فعلاً طلعوا عن طاقاتهم اللي بعد المباراة. بتصور طارق صلاح، عبد الله ذيب، بهاء عبد الرحمن، هذول تم يعني صار في حالات إغماء عندهم من الفرحة وقد ما كانوا مركزين في المباراة. بتعرف يعني كان التركيز يفوق، يعني إنه هاي المباراة فاصلاك ساعة ونص، إحنا ما بنحكي مباراة بنحكي ساعة ونص، يعني عيّل عصاتك ساعة ونص إنك أنت بتكون موجود في كاس العالم، بدك كل الفطبول اللي تعلمته بهاي خلال هاي الفتره خلال هاي الثلاث سنين من يعني جمل تكتيكيه، من ضبط الاعصاب، من ضبط النفس، من التركيز العالي، من مساعده الزميل، من مسانده الزميل. هاي كلها بتصير يعني مش زي الجمهور بتفرج بس انه شوف شكل المباراه. هذول اللاعبين كان عليهم صراحه الحمل كبير والحمل عالي، وكانوا على قدر المسؤوليه، وكانوا فعلا يعني كما توقعنا انهم يعني استطاعوا انهم ياخذوا المباراه عن جداره واستحقاق، وكانت نتيجه 2-1، وكان في لنا فرص عديده انه احنا نسجل خلال المباراه، لكن بالاخير النتيجه كانت الفوز لنا والتاهل لكاس العالم. مبروك لشباب الاردن، مبروك 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 السعود، مبروك، اهلا بك يا كندا، مرحبا بك يا كندا، شباب الاردن قادمون، النشال الصغار قادمون، مبروك الاردن، مبروك الاردن، الف الف مبروك، الف الف مبروك الاردن، الف الف مبروك، مبروك الاردن، مبروك الاردن السعود، الف الف مبروك، 2-1 الاردن تفوز على الصين وتصعد الى كاس العالم للشباب، الف الف مبروك هذا الصوت.